الساعه الثانيه يعني مباراه انتحاريه يعني تبرمجه نعم. انتحاريه اقول نعم. نعود بالذاكره يعني نشفى يعني اشياء وقعت كونسيرنو لافريك يعني لاكوب دافريك انه في 2011 المشاركه الوحيده للجزائر في بطوله افريقيا للامم شان اللي تعرفوه سيتي اون 2011 مع المدرب عبد الحق بن شيخه نعم اللي نحييه نعم. لعبنا مباراه على الساعه الثانيه كانت لوفيرتور يلعبها وحده ومن بعد يلعبوا لي دوزيام جو يلعبوا تروا ماتش باش يريكيبيريو يعني لافي هذيك لعبنا فيها الزوج نعم. سوت حراره في الخرطوم لا تطاق وصلات يعني اللي صرا ورفعوا عطاو لنا شكوى ومن بعد لاكاف بدلت ولات ديكالي لي ماتش تاع زوج لانه يقول لك من الناحيه البدنيه يعني اي جريمه في حق اللاعب اليوم نشوف نعاودوا نولوا شحال 10 اون لا ابري 11 اون لا 12 اون ابري نصيب برمجه على الساعه الثانيه الساعه الثانيه تفكرت 2011 وجا في بالي بلي ما يقدروش نوصل من الرطوبه والحراره العاليه درت في بالي انا جيتي بارك مع 100% متوقع انه راح نصيبوا دي ديفيكولتي ما كنتش نتوقع انه سيراليون بدنيا يكونوا احسن منا ولكن كنت نتوقع انه صعوبه سي نو ماتش لينا ما حش نشوف مباراه اون 2017 مثلا رحنا لوطو دي ميديتي المدرب معايا وعلى باله الخبراء يقول لك كي تلعب ماتش اون لي روتور وبلاد فيها لوطو دي ميديتي تروح على الاقل ديباسي 3 جور دون لي 48 اور تبي تادابتي وتلعب وتولي كي تلعب دوره نهائيه مغلقه نعم لازم لك تدخل دون ان كليما اللي فيه ليميديتي عاليه كيما الكاميرون عاليه فيها قريب 80% سيراليون فيها انت 78 83% في فري تاون سيراليون ميم ميم كليما لي جوار تاعهم يلعبوا في الاوروب وي يقول لك في دوره نهائيه لازم تروح على الاقل 10 ايام على الاقل اون دي سي 12 13 جور من قبل باش تاقلم يقولوا بلو جارغون بلو جارغون سمحوا لي يقول لك تريب فيزيكمون في ال 10 ايام باش تعاود تريكوبيري 10 15 جور عبيد شرف الحكم كي راح دار في 2017 مع لي زاربيت ما قدروش ما كي بداو ماتوا قبل الدوره من بعد باش دوزيام سوفل هذا دوزيام سوفل باش يجيك حنا رحنا لا دات فيفا لو 3 باش جاو يطلقوا لك دي جوار لعبنا كاين يلحقوا لو 4 لو 5 وجينا لعبنا لو 11 صافتي مازال لي جوار انا فيها قران على لون بلان اون بلان يعني من لو 16 لو جوار بيتيت يقدر يبدا يريكيبيري بارتي في ديزيام جو تكون تادابتي فوالا وي وتلعب تمنيه تشوفهم احسن مع لاكيني راح نشوفهم احسن ان شاء الله مع كوت ديفوار راح نصيبوا هذا المشكل جاهز ناقص اون 2017 قلت لك مسيدي موسى رحنا لاكيني لو كابون مسيدي موسى لكابون سي با لو ميم كليما واش خرج بيرميتور شو ما كانش 2015 مش مدرب 2017 كان ليكانس جورج ليكانس جورج ليكانس ماشي مدرب جزائري ماشي مدرب راح مسيدي موسى وهضروا الناس هذا اللي يعرفوا يقول لك سي با نورمال انه ما راحش لو ميم كليما كنت تكلم على الامارات ما راحوا القطر كما صنع بالك لو طو دو ميديتي عاليه في دوالا بارابور القطر وقالها بالماضي البريمي جور بيان دوزيام جور شويه ثلاث جور في الماتش اصلا رحنا يعني دو ميور سي بور سات ريزون لازم نعرفوا لي بارامتر نعرفوا لي ديتاي الجزئيات ما يحيط بهذا المنتخب تقول لي سي تونير تاع الطاقم مهم بتات يقول لك تعرف لو طو ديميديتي من الاول حتى تي في تي مي في النهايه هذه الحقيقه